وللحديث عن مستقبل العراق في ظل اختيار محمد الشيع السوداني رئيسا للحكومة وهيمنة إيران على الدولة العراقية، معنا الكاتب والباحث السياسي السيد عبد القادر النايل، ومن لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. مرحبا بكما معنا ضيوف الكرام. أهلا ومرحبا بكم حياكم الله. سيد عبد القادر، بالنظر إلى اختيار السوداني رئيسا للحكومة، كيف اختير السوداني؟ على أي معايير استندت الأحزاب التي اختارته؟ وهل سيختلف عن السابقين؟ أهلا وسهلا بك ومشاهديكم الكرام وبضيفك العزيز. اختيار السوداني جاء بسبب الهيمنة الإيرانية التي سلمتها الولايات المتحدة الأمريكية مقاليد تسليم العملية السياسية، وقد أعادوا نفس اللعبة الذي أسست منذ عام 2005، وهو أن يكون حزب الدعوة رئيسا للحكومة ورئيسا للجمهورية من الحزب الوطني في السليمانية. لذلك حقيقة بعد كل هذه القضية أعاد الإيرانيون هذا التوازن مرة ثانية، هم لم يسمحوا حتى بأن يكون من داخل العملية السياسية تغيير في قواعد اللعبة، الذي كان البعض يمني أن تكون هناك تغييرات في الأحزاب المسيطرة على هذه التشكيلة الحكومية. لذلك لا وجود لأي معايير ولا لأي رأي من الكتل السياسية في اختيار السوداني الذي رفضته ثورة تشرين في عام 2019 عندما قدم بديلا وجعلوه من المرفوضين، وهو تحدي صريح لجميع الشعب العراقي بما فيهم المتظاهرين على اختيار السوداني. وهذه هي رغبة إيران للوصول والانتقال من الهيمنة إلى بسط النفوذ وإلى حقيقة الترسيخ الكامل في دوائر الدولة. ولذلك إذا رأينا حتى عملية تشكيل الحكومة، من يقودها الآن السفير الإيراني. اليوم على سبيل المثال زار السفير الإيراني مدينة الرمادي، نعم، والتقى ببعض المحسوبين على أهل الرمادي، وهم معروفون لدينا ولدى أهل الأنبار، كانوا طبالين يعني يستخدمون لدق الطبل في الأعراس، وكانوا سراق معروفين. اليوم يستقبلهم ويناقش أن يرشحوا أحدهم لأن يتولى كابينة وزارية في حكومة السوداني. هنا تتضح الصورة من يقود ملف عملية تعيين الأسماء وتشكيلها، ولذلك لا تغيير في العملية السياسية، لأن اللعبة ذاتها وحزب الدعوة الفاشن من 2005 إلى تشكيل حكومة السوداني هو المسؤول عن سرقة أموال العراقيين وفشل وزاراته. طيب أرجو أن تبقى معنا سيد عبد القادر. دكتور محمد، لماذا تواصل الأحزاب اتباع ذات التقاليد والتوازنات التي أسست عليها الحكومات السابقة منذ الاحتلال الأمريكي حتى اليوم؟ حتى ذات الشخوص كما جرى مع الرئيس عبد اللطيف رشيد الذي كان وزيرا للموارد المائية عام 2003. في البدء أريد أقول أن هم لم يلتزموا حتى بدستورهم الذي صاغ لهم فيلدمان وبريمر، لأنهم تجاوزوا الحدود الدستورية، وهذا نقص في المحكمة الدستورية وكذلك على البرلمان، كان يجب أن يحل نفسه ولا تكون هناك جلسة لهذه الانتخابات التي جرت وهي مهزلة من مهازل القدر. وبالنسبة لما جرى في هذه الانتخابات، حسب رأيي أن الاتفاق الذي جرى بين البرزاني وزوجة الطلباني هي التي رشحت عبد اللطيف رشيد وهو صهرها إلى رئاسة الجمهورية، وبذلك نقض العهد مسعود البرزاني مع اتفاقياته السابقة التي جرت في التوجه الثلاثي وهو التيار الصدري والسيادة، واتفقوا مع جماعة نور المالكي في الإطار التنسيقي على أن يصوتوا مجموعة البرلمانيين في داخل قبة البرلمان المتواجدين للحزب البرزاني على ترشيح أو بالأحرى على مجيء رشيد، نعم، عبد اللطيف رشيد، نعم،
إلى رئاسة الجمهورية بدلا من السابق الذي هو الدكتور سابقا كان غير مرغوب فيه من قبل مسعود البرزاني. نعم. طيب أرجو أن تبقى معي دكتور محمد. سيد عبد القادر كان ملاحظا أنه بعد اختيار السوداني انتشرت الميليشيات، قامت بإطلاق الأهازيج والاحتفال بهذا الترشيح الجديد، وهذا قد يحيلنا إلى سؤال آخر، هل يعتقد أن هذه الميليشيات أو هذا الطرف من أطراف الصراع على السلطة انتصر على جماعة الصدر أخيرا؟ هو انتصار واضح على جماعة الصدر، لأنه مررت حكومة السودان التي رفضها واقتحم البرلمان من أجل أن لا يمرر السوداني رغم أنف الصدر، وهذا حقيقة ملاحظ تماما. ولذلك هم عندما يحتفلون يحتفلون لأنها استطاعت إيران دعمهم ولي ذراعهم، وبالتالي رغما عن التيار الصدري تم ترشيح السوداني. وهنا أعيد الذاكرة على أن السوداني أيضا مناصر للميليشيات، لأنهم حماهم عندما كان وزيرا لحقوق الإنسان في زمن حكومة المالك الثانية، حماهم من جميع الانتهاكات، وبالتالي برر لهم جميع الأفعال الإجرامية بحق الشعب العراقي. لذلك هو يعتبر أحد صنيعة الميليشيات محمد بن سياع السوداني. وبالتالي دولة المالكي أو حكومات المالكي كانت حكومات الميليشيات بامتياز، فعلى هذا الأساس فإنه اليوم تعاد تشكيل حكومة الميليشيات بامتياز لصالحهم. طيب دكتور محمد، من ناحية أخرى، أي حكومة أو كابينة حكومية ينتظرها الشعب العراقي من هذا الرئيس الجديد للوزراء، والذي أصلا كان مرفوض أن يكون بديلا عن عادل عبد المهدي عام 2019 إبان ثورة تشرين التي ما زالت تتفاعل وما زالت مستمرة، أي حكومة تلك المنتظرة؟ الحكومة المنتظرة ستكون حكومة تدوير نفس الوجه بالاتفاق مع الأحزاب ومع الميليشيات القائمة حاليا. وبالتالي أنه محمد الشيع السوداني كان عضوا في حزب الدعوة، ومعروف هو من الوجوه السابقة التي لم تقدم أي شيء في مجال اختصاصه وعمله كوزيرا في وزارات سابقة، وإنما بالعكس كان ينفذ رغبات نور المالكي ومجموعته. وبالتالي فإن الأدوار التي ستقوم بها هذه المجموعة الوزارية الجديدة بالتأكيد ستكون هي بنفس المنوال السابق التي كانت تقوم به هذه المجاميع من الأحزاب الدينية والأحزاب الميليشياوية. بالضبط، هم يريدون أن يسرقوا مرة ثانية وينهبوا ثروة العراق، لأن هناك 54 مليار دولار من أسعار النفط الحالية يريدون تقاسمها. وبالضبط هم جزء من هذا البرنامج الإيراني المتفق عليه من أجل بقائهم بالسلطة لتمرير كل رغبات الجهة الإيرانية في هذا التوجه، من أجل أن يبقى العراق مهيمن عليه من قبل الإيرانيين، وبالتالي أن هناك شعب لا يقبل أبدا بهذا التوجه، وإنما ستكون هناك انتفاضات جماهيرية متواجدة، والآن بدأت في محافظة بابل وكربلاء وغيرها ترفض هذه التوجهات التي جاء بها محمد شياع السوداني، والذي يقول وكأنه جاء من أجل القضاء على الفاسدين والمفسدين وتغيير مسار الدولة، وإنما هذه الطروحات سمعناها سابقا من قبله من مجموعة نور المالكي وغيره ممن جاءوا إلى دفة السلطة، وبالتالي لم يقدموا أي شيء
وإنما هناك ميليشيات هي مسيطرة وهم يكونون الغطاء لهذه الميليشيات في التوجهات. لا مدارس ولا صحة ولا تعليم ولا أي شيء قدموه للعراق منذ عام 2003 ولحد الآن، والعراق يعاني. سيد عبد القادر، نعود للصدر مرة جديدة. في الحقيقة الذي كان يتابع الموقف السابق للصدر خلال الأسابيع الماضية وما جرى كان يعتقد بأنه جاء لينقذ العراق، فلا أعرف كيف يعني ينظر الشارع العراقي إلى هذا التصرف أو السلوك السياسي. اليوم لا يفعل شيئا، يعني حتى لا يدافع عن المبادئ أو الأقاويل التي رفعها والشعارات التي رفعها قبل عدة أسابيع من أنه لن يسمح لهذه الطغمة الفاسدة وبأنه سيكون عنصر فاعل لحماية الثورة ما إلى ذلك. ما الذي جرى؟ يعني من المؤكد تماما الرفوخ في الإرادة الإيرانية واضحة، وبالتالي هؤلاء كلهم داخل العملية السياسية التي تهيمن عليها إيران. وهنا أقول هم لم يستطيعوا تغيير أو لم يسمحوا بالتغيير من داخل العملية السياسية لقواعد اللعبة، ولذلك لا استغراب أن يأتي لطيف رشيد، لأنه أول وتالي في نهاية الأمر هو يمثل الاتحاد الوطني، وهو قواعد اللعبة منذ 2005 أنه رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني. وبالمناسبة أن بريطانيا يعني قدمت 3 رؤساء جمهورية يحملون جنسيتها، وهذا يحمل الجنسية البريطانية أيضا، فهو مواطن بريطاني في نهاية المطاف. لذلك حقيقة صدر هناك بوادر من شقاق داخل تياره، لأنه لم يعد يثقون به. لذلك ربما سنشهد انقسامات حادة وبالتالي ردات ومواقف متشنجة أمام الحكومة. لذلك الأيام القادمة هي أيام ليست فيها استقرار للعراق، وبالتالي ستشهد صراعات جديدة وتحولات مهمة تماما. لذلك حقيقة الصدر أيضا في موقف محرج، لأنه سيفقد أتباعه إن لم يكن لديه قرار قادم، ولا سيما أن هناك تخطيطات لتظاهرات 25 شباط في الأيام القادمة التي هي كانت الانطلاقة الثانية لثورة تشرين واستمرت لمدة عام آخر. لذلك التصعيد وارد. الثابت في هذه العملية السياسية بعد تشكيل الحكومة أنها لن تذهب إلى الاستقرار ولن تستطيع أن تقدم ملفات، لأنها أيضا حتى الشعب السوداني عندما يتكلم بخطابه إلى الشعب العراقي أنه ستكون حكومته حكومة الإنجاز، هو لم يستطيع أن يقدم شيئا لأن الوزراء سيتم اختيارهم وفق المحافظة الحزبية. نعم. لكل جهة لديها 6 وزارات. لذلك أنا أعتقد أن هناك انشقاقا وبوادر انشقاق في حركة التيار الصدري ردا على سكوته هذا الذي حقيقة هو تنصل وبالتالي فقدان الثقة. هذا يؤكد ما يذهب إليه مراقبون سيد عبد القادر، أنه سياسات أو سلوك سياسي للصدر تضره وتنفع في المقابل الإطار التنسيقي، لأنه يعني من غير المعقول أن لا يكون هناك تقدير موقف يعني جيد ومعتبر لديه كيف أن الأمور ستسير خلال الفترة المقبلة. هل بالفعل تتوقع أن يتضرر هذا التيار ذاتيا؟ هذا التيار تضرر بالفعل، لأنه سياسات الصدر واضحة تماما في تضرره، لكن هناك حقيقة واقعة أن هناك يعني تحرك كبير من داخل التيار الصدري على أنهم بدأوا لا يثقون بمقتدى، وبدأوا أنهم يريد أن يمرر مصالح إيران على حساب مصالح التيار. ولذلك أيضا بالمقابل سنشهد ربما مراحل، إذا لم يكن هناك عملا استباقيا للتيار الصدري سنشهد مراحل يبدأ بها الإطار التنسيقي بقضية اعتقالات أو اغتيالات. نعم. لقيادات التيار الصدري. نعم. لذلك نحن أمام مشهد متراكم ومشهد قادم فيه نوع من التوتر وإدارة الصراع. أخيرا سيد الدكتور محمد جواد، كان لافتا أن عدة تظاهرات خرجت في أكثر من محافظة عراقية رفضا لترشيح السوداني، وهذا يعني أن الشعب العراقي لا يقبل مبدئيا بوجوده على رأس الحكومة. ماذا يعني ذلك؟ هل تصل الرسالة إلى الإطار التنسيقي وإلى الأحزاب السياسية التي تريد أن تشكل هذه الحكومة الجديدة من المحاصصة؟ بالتأكيد هذه الرسالة يجب أن تصل
إلى الإطار التنسيقي وإلى كل من يشارك في هذه الحكومة، لأن هذه الحكومة سوف لن تقدم أي شيء في أي مجال معين لخدمة الصالح العام، وإنما بالعكس ستكون هي بذات الوقت هي بالتأكيد سوف تجعل من نفسها هي مهيمنة على كل أموال العراق وكل مكتسبات الشعب العراقي السابقة من أصول كانت ولا زالت لها ركائز سوف تعدمها بالذات من أجل خدمة الإيرانيين بالذات وكذلك من أجل خدمة مصالحهم الشخصية. وهذه المظاهرات هي تعبير حقيقي عن إرادة المجتمع العراقي الذي جرب هؤلاء لفترة 19 سنة وهم لم يقدموا أي شيء، وإنما بالعكس ازداد فقرا وجوعا وعطالة، والناس تتوجس من هؤلاء كل شيء رديء ولا يقدموا أي شيء للصالح العام. ولذلك أن هناك ممكن أن تكون انتفاضة 20 في يوم 25 هي ستجعل من هذا الشعب في قواه الوطنية والتقدمية من أجل كبح جماع هؤلاء لأنهم مرفوضين أطلاقا من قبل الشعب العراقي. أشكرك دكتور محمد جواد فارس الكاتب والباحث السياسي من لندن، شكري موصول للأستاذ عبد القادر النايل الكاتب والباحث السياسي، شكرا لكم.